بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah. رحيم. السادة الوزراء والسفراء وأصحاب المعالي وضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور، يشرفنا نرحب بكم جميعا في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة، والذي يعقد برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 29 من أكتوبر حتى 2 من نوفمبر 2023 تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة. الحضور الكريم، على مدى النسخ الخمس السابقة من أسبوع القاهرة للمياه تحول الأسبوع لحدث عالمي ولد كبيراً على أرض مصر، وحاز على ثقة المختصين والمهتمين والمعنيين بوضع حلول لقضايا المياه ليس في مصر وحدها، ولكن في كل قطر يعاني من ندرة المياه أو نقص موارده. بالتعاون والتنسيق الذي يجمع كافة الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك المؤسسات والوزارات لإنجاح وخروج هذا الحدث بالصورة المشرفة لمصر انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي والعربي. الكلمة الأولى في هذا الحدث مع سعادة عبد الحكيم الواعر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، معالي الوزير هاني سويلم، سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. السيدات والسادة الكرام، إنه لشرف عظيم وامتياز رفيع أن أقف أمامكم اليوم للاحتفال بافتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي دأبت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو على دعمه منذ انطلاقه. يؤكد موضوع هذا العام، وهو العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، على مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية مواردنا المائية، لا سيما خلال الأوقات الحرجة التي نمر بها والتي نواجه خلالها صعوبات عديدة، من بينها آثار تغير المناخ والنزاعات والتوترات السياسية والنمو السكاني والضغط المتزايد على نظمنا البيئية الطبيعية. لذلك لابد أن نتخذ إجراءات جماعية حاسمة للتغلب على هذه التحديات المعقدة. السيدات والسادة، المياه هي شريان الحياة لكوكبنا ولبشريتنا، فهي أساس التنمية البشرية والسلامة البيئية والازدهار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن ندرة المياه
وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقاً كبيراً أمام المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم على العموم وفي منطقتنا على الخصوص. وفي الوقت الذي نشهد فيه العواقب المدمرة للظواهر الجوية المتطرفة وفترات الجفاف الطويلة وارتفاع منسوب مياه البحر، يصبح من الجلي أنه يتعين علينا تكييف نهجنا مع الإدارة الشاملة والمتكاملة للأراضي والمياه لضمان مستقبل مستدام وقادر على الصمود. ومع ارتفاع وتيرة المنافسة على المياه، ومن المتوقع أن تصبح ندرة المياه في منطقتنا وبشكل متزايد المحرك الرئيسي للنزاع والنزوح. تبلغ حصة الفرد في المياه ومن المياه العذبة المتوفرة في منطقتنا حوالي عشر المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تتواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكاني. في الوقت الحالي لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25% مما كانت عليه في ستينات القرن الماضي. علاوة على ذلك، يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى استنزاف واسع النطاق وتدهور جودة المياه وتسرب المياه المالحة، والإدارة غير المناسبة لهذه الموارد المحجوبة عن رؤيتنا هي السبب وراء المعدلات السريعة لتدهور المياه الجوفية التي لوحظت في جميع أنحاء المنطقة في السنوات الأخيرة. ومما يزيد الوضع سوءاً تزايد التوترات والديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، مما يؤثر على شبكات المياه ويدمر البنية التحتية للمياه والري، ويؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على الأمن المائي والغذائي. وتؤدي أثار تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، وتتحدى قدرتنا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام. وتؤدي الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة وحالات الجفاف والفيضانات إلى إجهاد نظمنا البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. في عام 2021 تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بوفاة 6500 شخص وتضرر أكثر من 99 مليون آخرين، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 224 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. وفي العام نفسه كانت منطقتنا العربية الموقع الرئيسي لثلاث كوارث متصلة بالمياه، صنفت ضمن الكوارث العشر الأشد في العالم من حيث عدد المتضررين، وعانى منها تحديداً كل من العراق والصومال وسوريا. شهدنا هذا العام أيضاً في العاشر من سبتمبر أيلول الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي أثرت على حياة أكثر من 800 ألف شخص بينهم 300 ألف طفل، وتسببت في وفاة أكثر من 4000 شخص. وأفادت التقارير أن العديد من المزارعين فقدوا القدرة على تنمية الموارد الحيوانية خلال هذه الفيضانات، ومن المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية. السيدات والسادة، تعتبر الزراعة أكثر مستخدم للموارد المائية الشحيحة بشكل متزايد في المنطقة، لذلك يتحمل القطاع الزراعي أكثر من غيره من القطاعات عواقب هذه الأحداث المدمرة التي تتجاوز في تأثيرها هذا المدى القصير، ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة تحديداً هذا العبء بشكل مباشر. تؤثر الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، خصوصاً المناطق الريفية، بما في ذلك صغار المزارعين، من خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة. يمكن للقطاع الزراعي أن يصبح محركاً للتغيير الإيجابي، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد نظم إنتاج مبتكرة ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على الأراضي والتربة والغابات واستعادتها، من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار في الممارسات الزراعية القادرة على الصمود. سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضاً من التخفيف من الأثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تعمل مع البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين على تحقيق هذه التغييرات،
وتماشياً مع رحلة المياه الجديدة التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة، والتي تؤكد ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي والزراعي، لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. اتخذ المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو خطوات قوية نحو إدارة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز اتساق السياسات. ومن خلال المبادرة الإقليمية لندرة المياه لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، نعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه التي يمكن أن توفر فوائد متعددة، بما في ذلك التحول السلس الذكي مناخياً في قطاع المياه. تنظم منظمة الأغذية والزراعة هذا العام خلال أسبوع القاهرة للمياه مساراً مخصصاً ضمن أسبوع القاهرة للمياه، يستمر لمدة يومين، يوم الغد وبعد غد. يهدف هذا المسار إلى منحنا جميعاً الفرصة للتعرف على الاستراتيجيات العملية والتكنولوجيات المبتكرة والإجراءات السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف المستدام مع المياه وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة. إنها أيضاً فرصة للحكومات وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص للتعاون ورسم مسار جماعي للمضي بدءاً يداً بيد مع المنظمة. دعونا نسخر قوة التعاون والابتكار والعمل الجماعي لضمان أن يصبح التكيف مع المياه ركيزة أساسية في جدول أعمالنا للتنمية المستدامة. أشكركم جميعاً على الحضور وعلى التزامكم لنعمل معاً على تغيير وضعنا الحالي ونخلق عالماً لا تكون فيه المياه مجرد مصدر للحياة بل حافزاً للمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. شكراً. يهدف أسبوع القاهرة للمياه في نسخة هذا العام بشكل أساسي إلى تطوير العلوم والمعرفة في مواجهة تحديات المياه الحالية والمستقبلية وسط تحديات جسيمة تواجه كوكبنا، وما تمثل هذه العوامل من ضغوط على استهلاك المياه والغذاء التي وصلت لحد الشح والجفاف المائي في العديد من الأقاليم والدول. أدعو الآن السيدة مايك فان جينكن المبعوثة الخاصة لشؤون المياه الدولية هولندا لإلقاء كلمتها. Excellencies, ladies and gentlemen, what a treat it is to be back in the Nile Basin, on the banks of the River Nile, in the beautiful city of Cairo, here where the Greek historian Herodotus, حيث قال المؤرخ اليوناني هيرودوتس أن مصر هبة النيل، حينما رأى هذه الدلتا التي تمتد على طوال البلاد. وسماها دلتا، وذلك تيمنا بالحرف في اللاتيني دلتا. منذ هذه السنوات الآن بات هناك العديد من الناس الذين يسكنون هذا الوادي الآن مجدين في العمل ومارسوا الزراعة الكثيفة طوال ضفاف الوادي. لكن هناك أمر آخر يتغير في شتى أنحاء العالم. في العقود الأخيرة وللمرة الأولى في التاريخ خرج توازن المياه عن حياده، وبات ذلك يهدد المدن ويهدد توريدات الغذاء ويهدد الاقتصاد بل ويهدد البيئة برمتها.
واللجنة الحكومية المعنية بتغيرات المناخ حددت النقاط الأكثر تأثرا وقالت أنه بحلول نهاية هذا القرن ربما قد تغطي مستويات ارتفاع سطح مياه البحر الدلتا، وهذا سوف يؤثر على مدى إتاحية وتوفر المياه العذبة. في العام الماضي تضافر العالم كله في مصر، وذلك في مؤتمر الأطراف للمناخ 27، وبفضل سعادة الرئيس المصري ورعايته وبالإضافة إلى تعاون الكثير من الأشخاص الحاضرين هنا في هذه القاعة، نجحنا في أن نضمن العديد من الموضوعات المعنية بالمياه على أجندة المياه. ونحن الآن نتجهز ونتحضر لمؤتمر الأطراف القادم. إن التخفيف من تحديات المناخ والتغير والتكيف مع تغيرات المناخ، في الواقع تغيرات المناخ تعلي عن نفسها من خلال المياه. الكثير من المواطنين يجابهون هذه التغيرات وتأثيرها، وذلك من خلال احتكاكهم باستهلاك المياه. ينبغي أن نفكر للحظة، إذا كنا نود أن ندفع بهذا الأمر قدما، معظم العمل الجاري حاليا يحاول أن يركز على الحلول الهندسية والتكنولوجية، والكثير من البلدان بدأت تستثمر بالفعل في أنظمة الإنذار المبكر والأنظمة المضادة والمكافحة للجفاف، بالإضافة إلى أنظمة الزراعة الذكية. لكن علينا أن نتحلى بالدراية أنه كلما زادت الحلول الهندسية والتكنولوجية كلما ازداد احتياجنا لها. نحن نحاول أن ندفع بهذه القاطرة قدما. يجب أن نتكيف مع تغيرات المناخ، وهذا يتسنى من خلال الحفاظ على ما لدينا من مخزونات من المياه العذبة التي تشكل حماية لنا ضد موجات الجفاف، بالإضافة إلى تقنيات تخزين مياه هطول الأمطار. 99% من المياه العذبة تخزنها الطبيعة بالفعل، علينا فقط أن نحول دون استنفاد هذه الموارد، وعلينا أن نتحول إلى ممارسات زراعية جديدة من أجل أن نحول دون تدهور التربة. ثانيا، لن نتكيف مع تغيرات المناخ إلا إذا جعلنا الماء هو الذي يقود تحركاتنا وقراراتنا بشأن الزراعة والأنشطة الأخرى، وهكذا نخطط للصناعة ونخطط لبناء المدن. لا يمكن أن نواصل زراعة المحاصيل العطشة في الصحراء، ولا يجب أن نواصل بناء المدن في الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات، ولا يجب أن نترك المحاصيل تتعرض لملوحة وتملح التربة. يجب أن تقودنا المياه في قراراتنا وفي اتخاذ قراراتنا الاقتصادية. هذه تغيرات ثقافية ضخمة ربما قد تستلزم تغيير أنظمة الحوكمة وتغيرات في المجتمع والعديد من الاستثمارات الضخمة. وأخيرا، ومن الصعب أن هذا يتطلب أيضا تغييرات في الدعم الذي نمنحه. هولندا وهي بلد الدلتا الذي أتيت منه تتأثر أيضا بتغيرات المناخ وتعاني منها، ولدينا سيناريوهات جديدة ناشئة ومتوقع أن مستويات سطح البحر قد ترتفع بمتر واحد إن لم يصل الأمر إلى مترين ونصف. وفي هولندا كافحنا الكثير من التحديات المتعلقة بالمياه، وذلك على مدى قرون. نحن بدأنا في استخدام تقنيات التصريف وبناء أيضا القناطر، لكن مع استمرار موجات الجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر لم يعد بمقدورنا أن نكافح الطبيعة وتغيراتها. نحن نعتمد حلولا طبيعية، وبدأنا في اعتماد ممارسات جديدة. وفي وقت مبكر من هذا العام اعتمد البرلمان الهولندي مبادئ توجيهية جديدة تحكم كل مجالات اتخاذ القرارات. ما من طرف يمكن أن يحقق ذلك منفردا. دعونا نتضافر، نحن سعداء للغاية لأن مصر وهولندا بينهما تعاون ثنائي دائم حتى الآن على مدى 47 عاما في منطقة الساحل الشمالية وكفر الشيخ. زرنا مؤخرا الكثير من الحلول الطبيعية التي أقيمت في وسط الكثبان الطبيعية، كثبان الرملية الطبيعية. لقد اندهشت من هذه الحلول الطبيعية والتي وفرت فرصا للعمل للرجال والنساء في المجتمعات المحلية، واستلهمت الكثير من الخبرات من المهندسين المصريين الذين استفادوا وسخروا الطبيعة بدلا من أن يكافحوها ويقاوموها. نحن
نحن على استعداد لتسخير ما لدينا من خبرات ومعرفة، بالإضافة إلى استعدادنا للتعلم من خبراتكم. ما من طرف يمكن أن يحقق أمرا منفردا. في الواقع أسعد لأنني أشهد الكثير من الوفود الإفريقية هنا في هذه القاعة، فإفريقيا قد قادت الكثير من الأعمال الملهمة خلال المنتديات الدولية المختلفة. دعونا نواصل التضافر معا من أجل إيجاد الحلول. فما من طرف يمكن أن يحقق أمرا منفردا. دعونا نضافر قوانا هنا في هذا البلد. البلد تشهد وجود الدلتا، وسوف يكون هناك قاعة تتناقش حول الدلتا وأمور المياه، وسوف دعونا نجعل المياه في القلب من قراراتنا المتعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ. هنا على ضفاف النيل الرائعة دعونا نضافر القوى من أجل أن نحافظ على هذه الثروة. شكرا جزيلا. نجدد الترحاب بحضراتكم جميعا بهذه النسخة على وجه الخصوص في أسبوع القاهرة للمياه، كما أرحب بشكل خاص بانضمام سعادة السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. فيما تعيش حاليا بعض دول العالم تحديات ترتبط بالحدود والصراعات من أجل الحفاظ على الحياة وتأمين الطاقة والأمن الغذائي، إلا أن تحدي شح المياه والأمن المائي يظل أهم تحدي يواجه الإنسانية وحياة البشر في القرن الحالي. الكلمة الآن مع السيدة فلوريكا فينك هواير، ممثلة الاتحاد الأوروبي، مسؤول المديرية العامة للبيئة الاتحاد الأوروبي. معالي الوزراء، معالي الحضور والضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء، سأبدأ كلمتي بتقديم الشكر لمصر على قيادتها وعلى تنظيم هذه الفعالية المعنية بالمياه في وقت صعب للغاية للمنطقة. أنا أم لثلاثة أطفال، أنا زوجة وشقيقة، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أحضر مؤتمراً معنياً بالمياه دون التفكير في نكبة المدنيين من الشعب الفلسطيني الذين لا يستطيعون الحصول على المياه حالياً، لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة للشرب أو للطهو أو حتى للنظافة الشخصية. بينما نتحدث الآن إتاحة المياه للمدنيين هو حق إنساني أساسي لا يمكن لأحد أن ينكره تحت أي ظرف من الظروف. بينما نتحدث الآن توجد البنى التحتية التي يتم تدميرها بشكل منهجي، مياه البنية التحتية المعنية بالمياه في أوكرانيا، ونعتقد أنه في أماكن أخرى من العالم لا تعتبر المياه هبة. لا يمكن أن يصير المدنيين هدفاً، ولا يمكن أن يكونوا دروعاً بشرية، فإن حق الإنسان في المياه والصرف الصحي يجب أن يتمتع بالحماية الكاملة. المياه لا تعني فقط الحياة، ولكنها تعني أيضاً الكرامة. لذا أعتقد أن اللحظة مواتية الآن لكي نقف سويا ونفكر ونناقش كيف يمكن لنا أن نحمي المياه، وكيف يمكن لنا أن نصل إلى حوكمة للمياه وتعاون عابر للحدود وبنية تحتية للمياه وتمويل للمياه. ذلك أن المياه لا يجب أبداً أن تكون مصدراً للصراع، ولا يمكن لها أن تكون سلاحاً، بل بالأحرى أن تكون أصلاً من أصول السلام والتعاون. المياه بالفعل هي مورد شحيح، لذا يجب علينا أن نتوخى الحذر مع المياه. كما عرفنا أن التغير المناخي أدى إلى فقدان حيوات البشر، بالإضافة إلى عدم الاستخدام المستدام
والمنظم للمياه أدى إلى أن الموارد المائية في العالم تنضب بالفعل وهي تعاني من ضغط عظيم. يحذرنا العلم أننا في الأعوام المقبلة، وأتحدث هنا حتى حلول عام 2030، فإن نصف سكان العالم سيعانون من إجهاد مائي حاد. ونعلم أن هنا في هذه المنطقة في الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا نواجه هذه المشكلة، ولم نعد قارة تحظى بوفرة المياه، بل علمنا أننا في خلال أعوام قليلة ستصبح الأرض الأولى أو المكان الأول للجفاف. هشاشة المياه والحرب من أجل توفير المياه هي ما يجب أن تجمعنا، لأنها تحدي جماعي. نحن بحاجة إلى تحول منهجي لطريقة إدارة المياه واستخدامها وتقييمها، وأن نضع في الاعتبار أيضا النظم البيئية وطبيعتها، لأن الطبيعة هي ما توفر لنا المياه. وسأثني بوضوح شديد على دور مصر في معالجة تحدي المياه على المستوى العالمي. هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتعاون فيه الاتحاد الأوروبي مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا لتنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه. على مدار أعوام عدة كان أسبوع القاهرة للمياه منارة للتعاون والإبداع والابتكار في مجال المياه. ومنذ بدأت هذه الفعالية كان الاتحاد الأوروبي يشعر بفخر شديد لمشاركته في تنظيم هذه الفعالية. هذه الفعالية الهامة، وأعيد التأكيد على اهتمامنا بكافة المبادرات المعنية بالمياه في هذه النسخة من أسبوع القاهرة للمياه التي تلي قمة الأمم المتحدة للمياه، ما يجعلها محل اهتمام كبير. كما أن مصر لعبت دورا هاما في المشاركة في ترأس الحوار التفاعلي بشأن التواصل بين الإجهاد المائي المتصاعد والأزمات العالمية الخاصة بالتلوث المياه. لذا في قمة الأمم المتحدة للمياه قررنا أن نعمل سويا كي نصل سويا إلى تحقيق الالتزامات التي وضعناها على عاتقنا، وأن نحول هذه الالتزامات إلى أفعال وتنفيذ. في القمة الأممية للمياه التزم الاتحاد الأوروبي ب 33 إجراء، وسأذكر منها اثنين فقط. أحد الأهداف الاتحاد الأوروبي هي إتاحة مياه شرب محسنة ومرافق صرف صحي ل 75 مليون شخص. كما التزمنا بتعزيز التعاون العابر للحدود، وهو ما قمنا به كثيرا بالفعل خاصة مع القارة الأفريقية، وقد ضخنا 380 مليون يورو للإجراءات المعنية بالتعاون العابر للحدود في مجال المياه. كما سنعقد شراكات معكم جميعا كي ندعم الإعداد لاستراتيجية بيضاء للاتحاد الأوروبي للمياه، فيكون وكما سيكون الاتحاد الأوروبي مبعوث خاص للمياه في الأمم المتحدة. من جانبنا نعلم أننا سنواجه جفافا، لذا في العام المقبل سنطلق مبادرة للصمود الخاصة بالمياه كي نمهد الطريق للإجراءات الخاصة بالمياه في الأعوام المقبلة، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل وخارجه أيضا. وسنحقق التوازن بين العرض والطلب والمتوفر والمطلوب في المياه بين كافة القطاعات، لأن كافة القطاعات لديها طلب على المياه، ولكن يجب علينا أيضا أن نضع في الاعتبار إعادة استخدام المياه وأن نكون متصرفين كفئين فيما يتعلق بالمياه. كما نريد أن نبني اقتصاد ذكي من منظور المياه وأن نعزز من استقلال المياه وكفاءة استخدامه. ويجب أيضا أن بينما نتحدث عن المياه أن نتحدث عن الديمقراطية والسلام. في جدول أعمال الأسبوع القاهرة للمياه لدينا عدة فرص للحديث بشأن هذه الإجراءات. كيف يمكن لنا أن نضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أن تنضب موارد المياه؟ وكيف أؤكد على
الدورات الخضراء للمياه، لأن الدورات الخضراء للمياه معنية بالنظم البيئية الخضراء مثل الغابات والتي تحتجز المياه ثم تطلق المياه، بالإضافة إلى الدورات الزرقاء للمياه. هذا الأسبوع هو محل الأفضل الممارسات الخاصة بالمياه، ونتطلع للانخراط في هذه الفعاليات. كما أود في النهاية أن أثني على حرص مصر على نقل المعرفة فيما يتعلق بتكامل إدارة المياه. ومن هذا المنطلق أيضا أود أن ألقي بالضوء على الرابط المصري للغذاء والمياه والطاقة، وهو أمر في غاية الأهمية لدعم وتعزيز أجندة مصر للتنمية المستدامة. من جانبي نشعر أن هذه المبادرة هي مبادرة في غاية الأهمية، تساعدنا على تحقيق الأهداف السياسية الخاصة بالمياه على المستوى العالمي، وتساعدنا أيضا على الحفاظ على الزخم الخاص بالمياه. لدينا مبادرة فريق أوروبا Team Europe Initiative، والتي تعني بدعم الموارد مع شركاء مع الاتحاد الأوروبي كي نحقق أهم الآثار لأهداف التنمية المستدامة والتغير مع الدول الشريكة. وفي مصر على وجه الخصوص، فإن مبادرة فريق أوروبي خاصة بتكامل الأمن الغذائي والمائي، ولدينا المزيد من الفرص الخاصة بالمياه. وأعتقد أن اليوم وهذا الأسبوع سنستغل هذه الفرص باعتبارها وسائل للتعاون. وشكرا جزيلا لكم. السادة الحضور الكريم، سيضم أسبوع القاهرة للمياه هذا العام العديد من الفعاليات، منها جلسات رفيعة المستوى وجلسات فنية وورش عمل، فضلاً عن تقديم العديد من عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين. كما تتضمن الفعاليات مؤتمر علمي، حيث يتم تلقي بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة. الكلمة الآن مع سعادة السيدة تشو تشينغ تشينغ، نائب وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية. السيدات والسادة والأصدقاء، سعيدة باجتماعي هنا على ضفة النيل الجميلة معكم لنحضى سويا حفل افتتاح الدورة 6 من أسبوع المياه بالقاهرة. وبدعم مباشر من الرئيس السيسي، أصبح أسبوع المياه بالقاهرة واحدا من أهم المنصات الدولية لفعاليات المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصبح يحمل مغزى هام لرفع الوعي بحماية موارد المياه العالمية ودفع الابتكارات التقنية المتعلقة بالمياه. إن الدورة الحالية من أسبوع المياه تأتي بعنوان أنشطة معنية بالتكيف المائي من أجل الاستدامة، وفي هذا تجاوب للتفاهم الذي توصلت إليه الدورة السابقة فيما يتعلق بمبادرة التكيف في مجال المياه الدولي، وفيها أيضا تقديم لمنصة للنقاش للمجتمع الدولي لصياغة تحركات فعلية من أجل رفع القدرة على التكيف المائي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وإنني بالنيابة عن وزارة الموارد المائية الصينية أعبر عن تهانئي لافتتاح أسبوع المياه بالقاهرة بنجاح. حاليا يتفاقم تأثير التغيرات المناخية، وتتراكم أزمات الحبوب والطاقة وغيرها من الأزمات عالميا، وتظهر بشكل أكبر هشاشة الاقتصاد العالمي، وتواجه البشرية تحديات ضخمة. إن موارد المياه هي الأساس الذي يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع والبيئة، وكذلك هي موارد حساس يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية والأنشطة البشرية، وتزداد خطورة ضمان الأمن المائي التي تواجهها كل الدول يوما بعد يوم. لذلك
أصبح تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 أصبحت مهمة عاجلة ومشتركة للمجتمع الإنساني. إن توزيع مواد المياه في الصين غير متوازن سواء من حيث الوقت والمكان، فكوارث الفيضانات والجفاف كثيرة الحدوث. لذا فالصين واحدة من الدول ذات الظروف المائية المعقدة والصعوبات الكبيرة في معالجة الأنهار. لقد طرح شي جين بينغ الرئيس الصيني الفكر الخاص بالمياه والمتمثل في أولوية ترشيد المياه والتوزيع المتوازن لها والمعالجة النظامية وبذل الجهد من الحكومة والسوق في هذا المجال. لقد أجاب العلم عن الأسئلة النظرية والعملية المتعلقة بمسألة التحكم بالمياه، وقدم إرشادات جذرية لمكافحة الكوارث المائية وترشيد المياه وحماية البيئة، وقاد التحكم في المياه بالصين لتحقيق إنجازات تاريخية وإحداث تحولات تاريخية وحل الكثير من مشاكل المياه. وتطبق وزارة الموارد المائية بالصين أفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ المتعلقة بالمياه، وقامت من خلال السعي الهدف الرئيسي المتمثل في رفع قدرة البلاد على ضمان الأمن المائي، وذلك بدفع التطور عالي الجودة في المرحلة الجديدة، وذلك عن طريق تحسين نظام مشروع الوقاية من الفيضانات وتنفيذ المشروعات الكبرى في شبكات المياه في البلاد واستعادة بيئة الأنهار والبحيرات ودفع التوأمة الرقمية في بناء مشروعات الري وتأسيس سياسات نظام ترشيد المياه وتقوية الإدارة القانونية للآليات والأنظمة وغيرها. وتحقيق تغييرات عميقة في طرق استغلال موارد المياه، وتحقيق تحسين شامل في توزيع موارد المياه، وتحقيق تحسين جذري في شكل الأنهار والبحيرات. لقد حققنا تقدما كبيرا في مجال دفع تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مما قدم ضمان أمن مائي قوي من أجل التنمية المستدامة. السيدات والسادة، سيواجه العالم لفترة طويلة كوارث مائية متتالية ونقص في المياه وتدهور في البيئة المائية وتلوث الماء وغيرها من مشاكل سلامة المياه. لقد وقعت وزارة الموارد المائية في الصين مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول الأفريقية والعربية بما فيها مصر، وأسست آليات ثابتة للتبادلات، ودعمت بإيجابية تنمية مشروعات المياه في الدول الأفريقية. إن وزارة الموارد المائية الصينية ترغب في العمل مع الوزارات المناظرة في كل الدول ومع المنظمات الدولية المعنية بالمياه للعمل حول مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية لبناء تعاون مائي من خلال الحزام والطريق وإبداع أنماط تعاون في موارد المياه ومشاركة الخبرات الناجحة والتقنيات واستغلال نتائج الدورات السابقة من أسبوع المياه بالقاهرة، وذلك لدفع مرونة صناعات المياه العالمية في التكيف مع التغيرات المناخية وتقديم إسهامات جديدة من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، لنكتب سويا فصلا جديدا من فصول إدارة المياه لدفع بناء مصير مشترك للبشرية. وفي النهاية أتمنى النجاح للدورة السادسة من أسبوع المياه بالقاهرة، وشكرا لكم. يأتي تنظيم أسبوع القاهرة للمياه فيما يؤكد الخبراء أن التكيف مع تغير المناخ أصبح ضرورة ملحة. وفقا للتقارير الدولية والإقليمية والمحلية، فقد لعبت مصر دورا بارزا في التكيف مع تغير المناخ وأثبتت ذلك وبشهادة العالم من خلال استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعنية بتغير المناخ كوب
27 في نوفمبر من العام الماضي بشرم الشيخ. السادات والسادة، نظراً لارتباطي بالتزام طارئ، اسمحوا لي أن أدعو معالي وزير الخارجية سيد سامح شكري رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، سيدات والسادة الحضور، معالي السيد دكتور هاني سويلم وزير الري، يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة قبيل نهاية فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. وقد أخذت مصر على عاتقها خلال رئاستها للمؤتمر المناخ كوب 27 أن يتم وضع قضايا المياه في قلب العمل المناخي. في هذا الإطار تمكنت مصر للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن كوب 27، كما تم التوصل لاتفاق تاريخي بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية، وهو ما تجلى أهميته على ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توال لموجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة وما ألحقه ذلك من أضرار كبيرة بالمحاصيل والبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم. وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في مارس 2023 والذي كان الأول من نوعه بعد ما يقرب من نصف قرن، طلعت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود، والذي تضمنت توصياته إيجاد آلية لمتابعة الالتزامات الخاصة بالمياه في إطار قمم المناخ من خلال إطار مسار تحضيري ما بين مؤتمر المناخ الأممية انتركوب بروسس يهدف إلى تعزيز قضايا المياه في إطار قمم المناخ. كما تم في السياق ذاته إبراز أهمية السعي نحو إطلاق برنامج عملي أممي UN Action Program للدول ذات الندرة المائية، اتساقاً مع إحدى التوصيات الصادرة عن هذا المحفل الكريم أسبوع القاهرة للمياه في دورته الماضية المنعقدة في 2022. قد جاءت هذه التحركات استكمالاً لجهود مصر السابقة في إطار الأمم المتحدة بالتعاون مع فنلندا لتأسيس المجموعة العابرة للأقاليم بشأن المياه، والتي أصدرت بياناً انضمت إليه 168 دولة و11 منظمة للدفع بضرورة تطوير التعاون في قضايا المياه الدولية. هذا وانطلاقاً من اعتقاد مصر بضرورة أن نولي جميعاً اهتماماً مماثلاً لعملية تنفيذ ما تذهب توافقتان الدولية إليه في مجال المياه، انخرطت مصر بنشاط عبر الأشهر الماضية في جهود إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 حول متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي أصبح من مقتضاه لدي الأمم المتحدة رؤية واضحة حول أجندة المياه الدولية في الفترة القادمة، بما في ذلك تنظيم مؤتمرين أمميين للمياه في عامي 2026 و2028، ووضع استراتيجية أممية شاملة حول المياه بحلول نهاية عام 2024. سيدات والسادة، تؤمن مصر بأن وجود تعاون ناجح في أحواض المياه العابرة للحدود يعد ركناً أصيلاً لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه،
والذي يعد بدوره شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة. وتبرز في هذا السياق حالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دولياً التي تعاني منها مصر لكونها الأقل بين كل دول العالم من حيث معدل الأمطار واعتمادها شبه المطلق في غياب موارد متجددة أخرى على مياه العابرة للحدود من نهر النيل، المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة، والتي يعتمد عليها أكثر من 50% من المصريين. وبرغم سجل مصر المثبت دولياً في إعادة استخدام المياه، فإنها تعاني عجزاً مائياً كبيراً يصل إلى 55% من احتياجاتها. لكل ما تقدم، ولأن مصر هي دولة المصب الأخير بحوض النيل، فهي الأكثر تأثراً بتبعات أي ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلاً عما قد يعتريه من تغيرات مناخية. بالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه. انطلاقاً من تلك، تستمر مصر في سياستها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليمياً ودولياً، وتنطلق في ذلك من اقتناع راسخ بأن الموازنة بين المصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار ليست أمراً عسياً المنال، وإنما يمكن تحقيقه بيسر فقط إذا ما اقترن ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، وتم الالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه. وتؤمن مصر أن تبني هذا النهج سيؤدي لتمكين كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع دونما إضرار لا يمكن احتواؤه بمصالح أي طرف. كما سيتيح تعظيم الموارد المائية المشترك وتنميته بما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلاً من الانجراف إلى التوتر وتقاسم الفقر. سيدات والسادة، أثق في أن هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه ستكون فرصة جديدة لمزيد من استكشاف السبل المثلى لتحقيق هذا المقصد التعاوني الهام والبناء على جهود التعاون المائية الدولية، لا سيما أخذاً في الاعتبار مؤتمر كوب 28 المقرر في دولة الإمارات الشقيقة نهاية العام الجاري، والمنتدى العالمي القادم للمياه المقرر عقده في بالي سنة 2024. هذا كما أثق أن نقاشاتكم ستتناول السبل المثلى لضمان الحق في المياه كحق إنساني أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفاً استثنائية كاللاجئين والنازحين داخلياً والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق في النزاعات المسلحة على نحو ما تقضي مختلف المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة في اللحظة الراهنة نظراً للانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في غزة عبر الأيام الماضية، وهو التصعيد الذي تتضافر جهودنا الدولية لإيقافه. سيدات والسادة، أود في ختام كلمتي أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة، وأن أجدد التزام مصر بالعمل الجماعي الجاد من أجل دفع قضايا المياه على الساحة الإقليمية والدولية بما من شأنه رخاء شعوبنا واستقرارها بشكل كامل. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفرض أزمات وقضايا المياه الملحة ضرورة التعاون والتنسيق، والذي يصل إلى حد الشراكة في بعض الأحيان بين الدول والأقاليم، وهو دور تقوم به وتحرص عليه مصر خاصة مع أشقائها في محيطها الإفريقي
ما يمثل فرصة هامة تتحقق كل عام من خلال أسبوع القاهرة للمياه لوضع السياسات والخطط والتدابير الحيوية المتعلقة بالمياه والتكيف في مواجهة التحديات البيئية الناشئة. الآن الكلمة مع السيد بال ماي دينغ وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان. معالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، معالي السيد سادة الحضور، معالي السادة الكرام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الجهات التنموية والمجتمع الدولي، الجهات المنظمة والضيوف الكرام، السادات والسادة، في بداية كلمتي أود أن أتقدم بشكري لحكومة جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتزام الدائم والمستمر في استضافة أسبوع القاهرة للمياه، بينما تحدون الصعاب والتحديات في هذه المنطقة. السودان بها حرب، ليبيا متأثرة ومتضررة من الفيضانات، والأزمة مستمرة في غزة. كل هذا ينجم عن تدفق الملايين من اللاجئين إلى الأراضي المصرية. التزام مصر باستضافة أسبوع القاهرة للمياه عام 2023 في هذا الوقت الصعب هو علامة جلية على موقف مصر كصوت أفريقي فيما يتعلق بالمناخ وكل ما يتصل به من المناقشات، والعمل على توفير حقائق ورفاه مشترك للجميع على المستوى العالمي من أجل أن نحقق التغذية والأمن الغذائي وأن نقلل من التوترات العابرة للحدود وأن نحافظ على الاقتصاد المستدام. لا يمكن لكل هذا أن يتم دون مياه، وقد قام أسبوع القاهرة للمياه بعمل رائع لوضع المياه في قلب العمل المناخي ما بين القارات المختلفة والخلفيات المختلفة، كي نأتي ونتشارك أفضل الممارسات وأهم المشكلات المعنية بالتغير المناخي وندرة المياه. دون المياه يستحيل أن تستمر الحياة، ومن ثم لن نحقق أي نمو أو استدامة. المياه والتغير المناخي هما وجهان لعملة واحدة. لا يمكن للتغير المناخي أن يجري دون أن يكون هناك مشكلة معنية بالمياه، ولمعالجة التغير المناخي تلعب المياه الدور الرئيسي. لذا في هذه المناسبة أشكر الدور الذي تقوم به مصر لتوحيد الموقف الأفريقي فيما يتعلق بالمناخ والمياه، أخذ المبادرة الأفريقية للمياه للمستويات العالمية. مؤتمر الأطراف 27 الذي عقد في شرم الشيخ عزز العمل الأفريقي من أجل بناء القدرات والصمود والتكيف مع التغير المناخي الذي نسعى إليه جميعا، وهو مثال حي على مساهمة مصر. وبينما نعد لمؤتمر الأطراف 28 في دبي، عقد مؤتمر أممي للمياه في إندونيسيا، عبرنا من خلاله عن حاجتنا لأن يكون هناك صوت موحد وموقف موحد فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن التغير المناخي، وأن يكون هناك معايير للتأهل لهذه التعويضات الناجمة عن الآثار والأضرار. ولذا عززنا ومضينا قدمنا في السياسات والحوارات من أجل أن نصل لهذا الهدف. الضيوف الأعزاء، باعتبارنا
باعتبارنا الدولة الأحدث سنًا في العالم، فإن مساهمتنا في انبعاثات الكربون هي الأقل على مستوى العالم، بينما نحظى بالثاني أكبر مساحة على مستوى العالم من الأراضي الرطبة بشكل يحافظ على احتجاز المياه واحتجاز ثاني أكسيد الكربون أيضًا. ولكن غير التغير المناخي من هذا الوضع، حيث تأثرت وتضررت جنوب السودان من الفيضانات والأمطار وأيضا حالات الجفاف التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتدمير المياه وفقدان الحياة الحيوانية. بشكل وضعنا على شفا مجاعة وجوع وأمراض تتفشى بين الشعب الجنوب السوداني. نحن في طليعة الدول في المؤشرات العالمية المتضررة من أثر التغير المناخي. إن رفاه الشعب في جنوب السودان تعطل وتوقف نظرا لأثار وأضرار التغير المناخي. لقد سعينا على توفير رفاه المشترك والحياة الكريمة للجميع، ومن ثم قام البنك الدولي بتوفير التمويل لوزارة المياه والموارد المائية في وري في جنوب السودان. أما الحكومة المصرية دعمت شعب جنوب السودان بإزالة النباتات النهرية كإجراء لتخفيف الأثر. وبالنسبة لنا، فإن التغير المناخي هو واقع نعيشه، والطريقة التي نعيشها الآن هي سعي مستمر لبناء الصمود ولتقليل الآثار وتخفيفها عن طريق السعي لكسب المزيد من المعرفة والعلوم. نعلم أن المسؤولين عن الاحترار العالمي لا يقومون بما يقوموا به بنوايا سيئة، ولكن يظل اللوم على عاتقهم جميعا. نحن نحمل ونتحمل كلفة تخفيف انبعاثات الكربون، وقد وضعنا القوانين لتخفيف انبعاثات الكربون. أسبوع القاهرة للمياه يمنحنا فرصة كقارة أفريقية لأن نستفيد من المؤتمر 28 في دبي، وأيضا منتدى المياه العالمية في إندونيسيا. لقد صارت ندرة المياه تهديدا حقيقيا لحياة البشر، ونحن بحاجة إلى العمل من أجل أن نعالج هذا التهديد. أعتقد أن الفعاليتين العالميتين يجب عليهما أن توفر تمويلا للمياه وللخسائر والأضرار والتعويض عنهما، ويجب أن تكون هذه الموضوعات على قائمة جدول أعمال هذه المنتديات والفعاليات. أود أن أستغل الفرصة مرة أخرى لشكر الحكومة المصرية على عقدها للجلسة، عفوا للنسخة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، وشكرا لإنصاتكم. السيدات والسادة، يضرب المناخ بكل قوته في المنطقة العربية مهدداً أهم مواردها الطبيعية وهي المياه. وسط تحذيرات أصدرتها الأمم المتحدة من زيادة الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة ندرة المياه، وفقاً لأحدث بيانات تقرير معهد الموارد العالمية الصادر في 2021، أن هناك 25 دولة، ما يعادل ربع سكان العالم، تعاني من ندرة المياه، من بينهم 15 دولة عربية يواجهون في الوقت الحالي مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي السنوي. اسمحوا لي أن أدعو سعادة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلماته. معالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والسعادة، حضور الكريم،
يطيب لي أن أشارككم افتتاح أعمال النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه. هذا المؤتمر الدولي الذي يعتبر الحدث المائي الأبرز في المنطقة العربية بفضل جهود الحكومة المصرية التي عملت على تطويره وإثراء نقاشاته منذ إطلاقه في عام 2018. وأشيد في هذا الصدد بمخرجاته التي نحرص على عرضها دورياً ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، لما لها من أثر في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال المياه. اسمحوا لي ألا أتحدث في هذه اللحظة إلا على المأساة التي تدور حالياً في غزة. نجتمع اليوم هنا في القاهرة وقلوبنا مع غزة الجريحة، غزة التي ترتكب فيها إسرائيل مرة أخرى وعلى مرأى العالم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة في عام 48-49، رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكونين أصلاً من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى، وذلك بقصفهم عشوائياً، ولكن أيضاً من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية، وأعني هنا الحق في المياه والحق في الغذاء والحق في العلاج وكل الحقوق الإنسانية الأخرى. سيسجل التاريخ مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة من شمالها إلى جنوبها بأسلحة شديدة التدمير لفرض التهجير الفلسطيني بشكل قسري، سعياً منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار. إن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحاً للحياة، ظناً منها أن نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسات العقاب الهمجي سيدفعهم إلى الاستسلام، ولن يحدث هذا قط. إن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا بدون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي أذكر أنها جرمت في المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها، ومنها مرافق المياه وشبكات الري، كما اعتبر ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب، وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين. لقد فضح الاعتداء الأخير مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنها دفاع عن النفس، ويستنكرون نفس الأفعال في مواقف أخرى.
وأذكر في هذا السياق أننا قد رأينا تلك الإزدواجية أيضاً في باقي قضايا المياه العربية. فعندما تطالب دولة مثل مصر بحقها في الحياة، يتحدثون عن حق إثيوبيا في التنمية، ولا أحد في الحقيقة في العالم العربي يعارض التنمية في إثيوبيا، بل على العكس يعمل على المساعدة في تنمية إثيوبيا. وعندما تطلق الدول العربية مشروعات استراتيجية في قطاع المياه، نراهم يشككون فيها وينتقدون أثارها المحتملة على البيئة. إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح، فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب، بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية، ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض. وتدرك جامعة الدول العربية جيداً خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي، وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهوداً كبيرة للتصدي لها. كان آخرها الدراسات التي أعدتها شبكة خبراء المياه العربية العاملة تحت مظلة المجلس لتقييم أضرار قطاع المياه في غزة، حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بحشد الأموال اللازمة لإعدادها. وتتذكرون جميعاً أننا عرضنا نتائج تلك الدراسات في شهر يوليو 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية التي آلت إليها شبكات المياه والصرف الصحي جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. هكذا كان الوضع في غزة منذ عامين، وضعاً كارثياً عندئذ، فكيف هي الأوضاع اليوم في ظل ما نراه من مشاهد مروعة؟ حقيقة لا يزال الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متعاظمة تهدد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو المقلق في منطقة تعاني أصلاً من شح المياه، وهي تحديات معقدة ومتشابكة يتطلب التعامل معها مضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه. وقد بذلت الدول العربية جهوداً مقدرة في هذا الشأن سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأشير هنا على نحو خاص إلى جهود مصر خلال قمة المناخ COP28 بشرم الشيخ، حيث نجحت في بناء توافق دولي حول ثلاث ركائز تهم الدول النامية، وهي صندوق الخسائر والأضرار، وإدراج المياه كوسيلة لمجابهة التغيرات المناخية، عبر إطلاق مبادرة المياه من أجل التكيف المناخي، واعتماد مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي تقدمت بها الأمم المتحدة. واتصالاً بموضوع الإنذار المبكر للتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية، تتذكرون جميعاً كيف تسبب أعصار دانييل في انهيار سد درنة بليبيا مسبباً كارثة إنسانية. وأرى أنه من المهم العمل على تعزيز قدرات الإنذار العربية استعداداً لأسوأ الاحتمالات، إذ أن تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرها،
لكن ثمة مشكلة حقيقية تتعلق بجغرافية المنطقة العربية، حيث تقع العديد من السدود خارج حدودها، ولا تملك الدول العربية معلومات كافية حول وضعها وظروف صيانتها. ولا شك أن كل من سوريا والعراق تعانيان فعلاً من ذلك. ختاماً، لا تفوتني الإشارة إلى أن أعمال هذا المؤتمر تتضمن اجتماعاً عربياً تحضيرياً للمنتدى العالمي للمياه الذي ستستضيفه إندونيسيا في شهر مايو 2024، وأيضاً اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة المنبثقة عن الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وشكراً جزيلاً على هذه الدعوة. السادة الحضور، سعى ويسعى أسبوع القاهرة للمياه على مر 6 سنوات لدمج الأبحاث والأفكار العلمية مع الخبرات العملية والتطبيقية من خلال نقاشات في العديد من الجلسات العلمية وورش العمل وعرض الحلول التطبيقية في مجال المياه ضمن معرض الأسبوع، وكذلك دمج أكبر عدد من الفئات المجتمعية ضمن دائرة البحث والنقاش داخل المؤتمر من خلال المسابقات التي يقدمها الأسبوع لعديد من الفئات: مزارعين، طلبة مدارس، خريجي الجامعات وباحثين. وللوصول لعدد أكبر من شرائح المجتمع، يقدم الأسبوع هذا العام جائزة ابتكار لأفضل الحلول التطبيقية لتحقيق استدامة المياه. الآن مع كلمة معالي وزير الموارد المائية والري الأستاذ الدكتور هاني سويلم. السلام عليكم. معالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، زملائي وأصدقائي من السادة الوزراء، الضيوف الكرام، نرحب برؤساء الوفود والسادة السفراء، الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بكم اليوم جميعاً في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة 6 للمياه، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، إن هذا المؤتمر الدولي الهام يعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه، لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية، بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين. السادة الحضور، إن لقائنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني، وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه
ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم، مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. ففي عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 مليون شخص في القارة الأفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.5 مليار دولار أمريكي، وتم تسجيل 5000 حالة وفاة. نتذكر الرقم 5000 حالة وفاة، 48% منها مرتبطة بالجفاف و43% مرتبطة بالفيضانات، وفقاً لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة، ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي في ظل الترابط القوي بين المياه والغذاء والطاقة. وهنا لازم أشكر معالي الوزيرة دكتورة رانيا المشاط على مبادرة وبلاتفورم الخاصة بنوافي دمج الطاقة والمياه والغذاء في مصر على مستوى القومي، وتعتبر نموذج يحتذى به في دول كثيرة، نشكرها على مجهودها في هذا الإطار. وفي هذا السياق لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب. فبالإضافة إلى ما خلفه العدوان الحالي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد عن 7000 شخص في غضون 3 أسابيع فقط، نحن نتحدث عن تغيرات مناخية حصدت أرواح 5000 في القارة الأفريقية على مدار عام، ونحن نفقد 7000 روح من المدنيين بسبب تصرفات البشر الغير مسؤولة لفقد 7000 روح في غضون 3 أسابيع فقط. فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة. الحقيقة ما أقدرش أعدي غير لما أطلب من حضراتكم نقف دقيقة أحداد على أرواح المدنيين في العالم أجمع. شكراً، تفضل. السادة الحضور، إن اختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضي، المياه في قلب العمل المناخي، ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخي العالمي. السادة الحضور، لعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز 1.3 مليار متر مكعب سنوياً، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98%، والذي يأتي من خارج حدود الوطن. ويبلغ نصيب الفرد في مصر
من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر ب 115 مليار متر مكعب سنوياً عن طريق إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة أغذية. ويتعاظم التحدي مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر، سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية، أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً، أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية، على الرغم من تناقص هطول الأمطار بنسبة تتجاوز 20% خلال 30 عام الماضية، بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل باعتبار أن مصر هي الدولة الأخيرة في المصب. السادة الحضور، في مواجهة هذه التحديات، فإن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الوطني، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محلياً واستيراده لتوفير الأمن الغذائي، كما تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم الانتهاء فعلياً من تأهيل 7200 كيلومتر طولي وجاري العمل في تأهيل 3100 كيلومتر. كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 1.7 مليون فدان، وتحديث 6 محطات للطوارئ، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة ب 47,000 منشأ مائي في جمهورية مصر العربية. هذا بخلاف التحول لأنظمة الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ 1600 مشروع للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه. كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتي تم استكمال حماية 120 كيلومتر طولي على الساحل الشمالي باستثمارات أو لحماية استثمارات مقدرة ب 2.5 مليار دولار، واستعادة 1.8 مليون متر مربع من الشواطئ المفقودة، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية، مثل محطات المعالجة الكبرى التي تعد أكبر محطتين في العالم، محطة بحر البقر ومحطة الحمام. بذلك يبلغ إجمالي استثمارات الدولة في مجال المياه في 9 أعوام السابقة 4.4 مليار دولار. السادة الحضور، على ضوء ما تقدم، فإن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه. ولكي يكون هذا التعاون ناجعاً، فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه على مستوى الحوض إدارة مشتركة، واعتبار الحوض وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء. كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية،
وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للموارد للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن. واتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة. وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية الغير تعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل استمراراً خطراً وجودياً على أكثر من 100 مليون مواطن على أرض مصر. فبالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي. ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من 1,100,000 شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية. كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية. وعلى الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي. مع الحيلولة دون إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع. كما تحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل جميعاً ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها الدولة المصرية في دول حوض النيل، مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه للشرب من المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات وإنشاء مراكز للتنبؤ. كما تهتم مصر ببناء القدرات لكافة الفنيين من مختلف الدول الأفريقية. وعلى الصعيد الدولي انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولي في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي واستضافة جناح خاص للمياه ويوم خاص للمياه للمرة الأولى في تاريخ الكوب، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه
aware actions for water adaptation and resilience والتي تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض مشروعات فعلية على الأرض بالدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27 وقد كان لأسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 22 دور هام في الإعداد لفاعليات مؤتمر COP27 كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو African Ministers Council on Water لمدة عامين حيث تعمل مصر جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية حيث تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي Pan African Center تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه أوير والمعني بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات إدارة المياه من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ كما تواصل مصر مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الإفريقية وتحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025 وما بعدها بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063 أفريقيا التي نريد أفريقيا we want ونذكر في هذا الإطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى منذ 46 عاماً حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث Interactive Dialogue 3 حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد المياه لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر في 2028 كما تشارك مصر بصفتها رئيس المجلس الحالي لوزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الإقليمي الأفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه 10th World Water Forum المزمع عقدي في بالي إندونيسيا عام 2024 وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والأولويات الأفريقية وتدمينها بالأجندة المائية العالمية ويأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي نشهد بدء فعالياته اليوم كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بدولة الإمارات العربية الشقيقة حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة السادس للمياه كمدخلات لفعاليات المياه في مؤتمر المناخ COP28 السادة الحضور ختاماً أحمد ربنا يعني إن إحنا لسه مش مكملين ختاماً أود أن أؤكد على سعادتي بوجودي معكم اليوم في هذا الجامع الكريم وأشكركم جميعاً على المشاركة وأود التأكيد على أهمية المناقشات المتوقعة خلال هذا المؤتمر في ضوء حلول مشتركة في وضع حلول مشتركة لتحديات الندرة المائية وتغير المناخ والأمن الغذائي التي يواجهها المجتمع الدولي وبلورة رسائل واضحة وتعهدات ملزمة لكافة الأطراف للعمل التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد الجهود لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه وحشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وللأجيال القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الوزراء والسفراء أصحاب المعالي وضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور، إلى هنا تنتهي فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة، لتبدأ فعاليات الجلسات والنقاشات متطلعين إلى نجاح هذا الحدث العالمي في عرض كافة قضايا المياه وتقديم الحلول المبتكرة لإدارتها بشكل مستدام. شكرا لكم والسلام عليكم.